بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا حول الدعاوى خصوم تطبيق الشريعة وما يعترضون به عليها، ومع الفصل السادس ودعوى القسوة في العقوبات الشرعية. يقول الدكتور صلاح الصاوي حفظه الله: يزعم دعاة التغريب وخصوم الشريعة أن الحدود والقصاص من العقوبات البشعة التي لا تلائم مدنية هذا العصر، ولا تتفق مع ما انتهت إليه النظريات الجديدة في علم الإجرام والعقاب، والتي تبدلت نظرتها إلى مرتكب الجريمة من كونه مجرما يستحق العقاب إلى كونه مريضا يستحق الرحمة والعلاج. وهذه الشبهة قد أوسعها أهل العلم ضحدا ونقدا، وفيما كتبوه غناء بلا ثراء، ولكن لا نرى بأسا من إيراد هذه اللمحات. يقول: نقول لهؤلاء الرحماء الذين يزعمون أنهم يريدون أن يكونوا رحماء بالجاني، أولا إن الذي قرر هذه العقوبات هو الله رب العالمين، أليس كذلك؟ إن جحدوا فقد كفروا، وانتقل الحديث معهم إلى دائرة أخرى، إلى أصل الإيمان بالله ورسوله وكتابه واليوم الآخر، ولا وجه أن يناقش في الفرع من كفر بالأصل. وإن أقروا انتقلنا بهم إلى سؤال آخر ابتداء. يعني دائما ما يكرر العلمانيون الشبهات التي يلقيها الكفار على الإسلام. أنت لو واحد كافر قال لك أنتوا في الإسلام عندكم في غلظة في العقوبات، من حقك تجاوبه، ممكن تجاوبه ممكن لا، بمعنى تقول له: ما أنا الخلاف بيني وبينك في العقيدة أصلا، في إن الله واحد أم ثالوث، في هل الكتب التي في أيديهم هي من عند الله أم اعتراها التحريف والتبديل، في إن القرآن من عند الله أم لا. لو انتهينا وخلصنا المسألة دي إلى أن القرآن من عند الله، سينتج تلقائيا التصديق بكل ما فيه، واعتقاد أن كل ما فيه عدل ورحمة وحكمة إلى غيره. يعني قد يكون الكلام في بعض الموضوعية لو السؤال من كافر، ما السؤال من مسلم يقول لك: أنتم معشر الإسلاميين عايزين تقطعوا الأيدي، أنا هو أول إسلام ده بتاعنا لوحدنا، مش الإسلام بتاع كل المسلمين، وقطع الأيدي مش موجود في القرآن اللي هو قرآننا كلنا، إزاي مسلم يحاكم مسلم على إنه عايز شرع ربنا يطبق؟ كلام عجيب جدا، يعني موقف في غاية التناقض. طب انت هتقول ايه في الآية دي؟ تلاقي محدش عايز يجاوب. طب ما انت مش بتقولوا مسلمين في الواقع بنا؟ يعني فتنة عظيمة في هذه الأزمة. طبعا بعضهم بيبقى لبق او ملبس عليه فعلا، ولك لا اصل احنا بنتكلم في الظروف والأحوال. طب كلمني الأول في أصل الحكم قبل ما نتكلم في الظروف والأحوال. أصل الحكم بنسلم به ونذعن له ولا بنعترض عليه؟
لما نسلم بيه ونذعن له وبعدين نقول أصل في مشكلة نبتدي نبحثها، هل الأمر بلغ لحالة ضرورة مثلا تمنع من تطبيق الحد إلى غير. هنا الكلام للأسف الشديد تهمة عريضة مرسلة، يتقال كده الشريعة في قسوة في العقوبات. طيب ما أنت مسلم ومؤمن بهذه الشريعة، فأول سؤال بنقول له الكلام ده في القرآن ولا لا؟ طيب طبعا يقول لا، طبعا لا، طلع على المصحف، طب أصر يقول لا بعدها يبقى خلاص. طيب بيقول لا، لما يقول ولازم يقول الكلام ده في القرآن نعم، فإن أقروا انتقلنا بهم إلى سؤال آخر، أتؤمنون بحكمة الله في شرعه وعدله في حكمه أم لا؟ فإن جحدوا فقد كفروا وإن أقروا فقد خصموا، لأن هذه العقوبات من شرعه ومن حكمه، وقد أقروا بأن شرعه حكيم وحكمه عادل فسقط الاعتراض من الأساس. هذا هو المنطلق الأول، طلق الإلزام بمقتضى الإيمان. يعني احنا لن نخوض في حكمة ولا بيان محاسن التشريع، لأن احنا بنكلم واحد مسلم، فنقول له خلاص أقصر طريق هذا حكم في القرآن، حتى انت ماذا يلزمك تجاهه؟ هل يسعك تنكر وجوده في القرآن، أم هل يسعك انك تثبت وجوده وبعدين تتهمه بالظلم؟ أو لا يسع مسلم لا هذا ولا ذلك، ولكن لابد قدر الإمكان من باب النصيحة للخلق من إزالة الشبهة، فبنسلك مسلك آخر، ده المسلك القصير المباشر اللي ينفع لكل الناس، إنهم يعرفوا انه ما دام هو امن بالاسلام وراضي بالقران وهذه الاحكام في القران يبقى لابد ان يسلم لها وان يعتقد ان فيها الخير والصلاح، مهما شغب على ذلك من تشغيبات. لكن الامر الثاني ان احنا من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي بنشوف ما نبرز ونتأمل في محاسن هذه الشريعة ومفاسد البدائل الوضعية التي يريدونها أن تكون بديلا للشريعة. قل هذا هو المنطلق الأول الذي نقيم به الحجة على هؤلاء المرتابين، فإما أن يستعصموا بإيمانهم المجمل، وإما أن يخرج الله أضغانهم ويجاهروا بالكفر بالله ورسله فتكون الأمة منهم على بين. يقول إن النظريات الحديثة في علم العقاب، وحسبنا أنها لا تزال نظريات أي قابلة للتبديل أو التحويل، نتاج فكر بشري، والحدود والقصاص تشريع إلهي. ومرة أخرى نسألهم أأنتم أعلم أم الله؟ فإن أجابوا بالأولى فقد كفروا وإن أجابوا بالثانية فقد خصموا. ونزيدهم جلاء فنقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلا منص لهم إذن من أحد أمرين، إما الكفر بالله وشرعه أو الإيمان به والإقرار بشرعه، ولا مخلص لهم من هذا أو ذاك. وبعد هذا المدخل العقدي الذي لا بد من وضوحه ليعلم كل من يرد على الله حكمه ويتهم شريعته بالظلم أو القسوة أن يضع نفسه بذلك على شفير جهنم، أنه يضع بذلك نفسه على شفير جهنم، يوشك أن يثب منها إلى عذاب الخلد وشقاء الأبد لعله يتذكر أو يخشى. ننتقل بعد ذلك إلى مناقشة الحكمة في هذه العقوبات ودقة ملائمتها وتمام تحقيقها لما شرعت من أجله من الزجر والردع، زجر الجاني عن العود
ومنع غيره من التلبس بمثل ما تلبس به. يعني العقوبات إنما تشرع لتكون زاجرة راضعة. يبقى إذا وجد مجرم عمل عقوبة، إذا وجد مجرم عمل جريمة من هذه الجرائم وأخذ هذه العقوبة تكون زاجرة له عن العود، راضعة لغيره عن أن يشبهه فيه. طبعا احنا دلوقتي بنسمع عقوبة السجن، يقول لك السجن للرجالة، اذا السجن ما هوش عقوبة راضعة، والتجربة شاهد. لا احنا نقول لا، ده بالعكس، السجن فيه قهر واستبداد وهدم ما تبقى في شخصية الجاني من انسانية، ده انت بتحوله الى شيء كالبهيمة كما ساتر، يكون مقهور الارادة، بياكل بمعاد وبينام بمعاد وحتى اللعب بمعاد وكل حاجة مستني فيها إذن شخصية متسلطة قاهرة فوق منه غاشمة في الغالب، وبيعيش على كده سنة واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة حسب الجريمة. فهل ده إنسان أبقيت أنت فيه بقية من خير؟ وبعدين ما هواش هيسكن في السجن لوحده، معه من هم اكثر منه احترافا يعلموه الاجرام، بل بيضطر لتعلم انواع من الاجرام للتعايش داخل السجن. والادهى من ده كله اللي محدش عايز يقوله ولك، ان الانفاق على السجون ده من ميزانية الشرفاء. يعني انت واحد جاي يسرقك، هتبقى العقوبة بتاعته انك تدفع كل يوم اكله وشربه واعاشته. وحسب النظرية الغربية، طيب احنا عندنا دلوقتي في ايه، سجن خمس نجوم بجد، يعني ايه في كل الناس في الغرب عندهم كل السجون خمس نجوم، مش سجون الرؤساء السابقين والوزراء السابقين بس، كل السجون خمس نجوم، وعلى حساب الناس اللي كانوا هيتسرقوا او اللي اتسرقوا بالفعل. يعني هو سرقك وهو عقوبته ان انت تتعاقب انت كمان، بل هو يبقى العقوبة في المقام الاول عليك انت، على المجتمع ككل هو اللي بيدفع تكلفة انشاء السجون وتكلفة اعاشتها او نحو ذلك. ففين الزجر انه يرجع تاني؟ عندنا خلاص حتى في عرف الشرطة اللي عمل جريمة مرة بيقوم فاتح له ملف اتسجل، يقول لك ده مسجل اداب ودي مسجلة اداب وده مسجل سرقة، لانه معروف عندهم انه مدام عمل ولف في دايرتهم ودخل السجن، واول ما يدخل من باب السجن زملائه بيقولوا له جاي في ايه، جاي في سرقة، سرقت ايه، يقول مش عارف سرقت 1000 جنيه من شقة، خايب هتقعد سنتين ولا ثلاثة في 1000 جنيه، ما كنت تدرس العملية كويس شوف لك شقة من ام مليون ولا ام مليار، ام مليار دي ما بتسرقش تقريبا، يعني يسرقون ولا يسرقون، لان بقى عليها حراسات، بس على اي يعني هيبتدي بقى اول ما دخل، لا ده انت كده غلبان وتعبان، كان المفروض تخطط كذا وتراقب كذا وتعمل كذا وهكذا. يعني وده المشاهد يقول: فنقول لقد واجه الشرع في تشريع لهذه العقوبات العوامل النفسية التي تدعو إلى ارتكاب الجريمة بالعوامل النفسية التي تصرف عنها، ليصون لمريد الإجرام بدله كرامته، وليصون للآخرين حقوقهم، وينعم الجميع بالأمن في مجتمع لا تقع فيه الجريمة إلا لماما ولا مكان فيه لبطولات تنسب إلى خارج على الشريعة أو على الشرع. ما الذي يدفع إلى ارتكاب السرقة؟ أليست الرغبة في مزيد من الكسب ومزيد من الثراء التي تدفع إلى ارتكاب الجريمة؟ لقد واجه الشارع الحكيم بالعوامل النفسية التي تصد عنها وتتغلب عليه. ده
قمة الإعجاز في فلسفة العقوبة، بمعنى إن كل ذنب عقبته بالضد، لأن إيه العامل النفسي اللي هيخليه عايز يسرق؟ لو العقوبة ماثلة قدام ذهنه صعب جدا يسرق. يعني في واحد عايز يتمنظر هيسرق، يركب عربية كويسة تقول له ممكن تتسجن، يقول لك هكون ايه؟ هكون استمتعت. وساعتها يقول لاصحابه ان هو مسافر سويسرا، ومن هنا جاء ايه التعبير بسويسرا ده، يعني ايه اي حاجة يقضي العقوبة بعيد عن الناس. انما لما تقول له هتقطع ايدك، يعني عكس اللي هو عايزه تماما، فيبقى هنا ده الزجر، ده الرضع، يعني من قبل ما يفكر يلاقي العقوبة ممكن تقلب معاه عكس. يبقى هنا العقوبة فيها علاج نفسي قبل أن يكون بدني، بأن العقوبة بتيجي عند الحتة الدافع وتقلبه ضد. الشخصية اللي بتميل إلى السرقة شخصية عايزة وجهة اجتماعية، وهو يعني حتى اللي جعان كل الناس تتكلم على الجعان. قلنا اللي بيسرقوا مش الجعانين، الجعان اسهل له يشحت من ان هو يسرق. ما شفناش جعان بيسرق، ولو كان مش هنقيم عليه الحد، مش حاجه يعني من جبنا، هو شرع ربنا كده، يعني شرع ربنا ان هو حتى مش هتساله جعان ولا مش جعان. ليه هنساله جعان ولا مش جعان؟ تبقى انت كده خليت الحكم وارد يتم التلاعب فيه قضاءا. يعني هيجي واحد سارق نفس الشيء ويمثل امام القضاء، نقول له انت كنت جعان، يقول ايوه نصدقه ويخرج. والتاني سارق نفس الشيء ونقول له انت كنت جعان، ويقول ما نصدقوش ونقيم عليه الحد. فالشرع لا قطع الا في ربع دينار فصاعد. ربع دينار قلنا يعني جرام وواحد من عشرة ذهب عيار 24. ده الايه ربع دينار؟ جرام ذهب خالص عيار 24، حاجة ايه يعني تكفي اسرة كاملة وجبة مشويات، مش انه جعان. فاذا انت الشرع احتاط تماما لما يسرق الشيء اليسير، وارد يكون سرقه عشان جعان. خلاص، هل الجريمة بقتش جريمة؟ لا جريمة، بس لا يقام عليها الحد، لان الشيء اليسير ده وارد يكون سرق عشان جعان. مع ان العبرة مفيش حد بيسرق عشان جعان، ايه الجعان اسهل له يشحد من ان هو يسرق. عادة السرقة بتتم عشان عايز يعلو اجتماعيا، اللي بيسرق عايز يعيش معيشة مختلفة. فاذا هذه العقوبة زاجرة كما ذكر. فبيقول أليست الرغبة في مزيد من الكسب ومزيد من الثراء لتزداد القدرة على الإنفاق والظهور بمذهب الأثرياء والوجهاء؟ أليست هذه العوامل النفسية التي تدفع إلى ارتكاب الجريمة؟ لقد واجهها الشارع الحكيم بالعوامل النفسية التي تصد عنها وتتغلب عليها، فأوجب على السارق عقوبة القطع معاملة له بنقيض قصده، فتقل قدراته على الإنفاق وتنعدم فرصة ظهوره بمظهر الوجهاء والأثرياء أو تكاد، لأن آثار العقوبة عالقة به تحذر الناس منه وتسقط اعتباره إلا أن يعني. أو أكتر من كده، لو افترضنا أنه بيرجع تاني قطع الإيد مرتين هيبقى عاجز عن السرقة خلاص. فإذا فرصة العودة شبه محدود. ما الذي يدفع على ارتكاب جريمة الزنا؟ فليس هو طلب المتعة وقضاء الإرب بهذا الطريق الحرام. فماذا فعلت الشريعة في عقوبتها؟ لقد قابلت ذلك بالعوامل النفسية التي تدفع عنها، بما أوجبته من عقوبة غليظة تصيب بدنه، كله. كلما كما عمت المتعة الحرام بدنه كله،
بالإضافة إلى الأذى المعنوي الذي يغشى كيانه كله بما قررته الشريعة من علنية العقوبة. فواجهت متعة الجسد التي يحرص الزنا على تحقيقها وتدفعهم إلى ارتكاب ما يرتكبون من الموبقات لأجلها إلى ألم عام يغشى الجسد كله، وإلى أذى نفسي عام يغشى نفسه ويملك عليه أقطارها، ليرتبع مريد الزنا عن الجريمة فيسلم له جسده وتسلم له نفسه وتسلم للآخرين أعراضهم وكرامتهم، وينعم الجميع بسلامة الأنفس والأعراض في مجتمع لا ترتكب فيه هذه الموبقات إلا نادرا. فإن وقعت مرة أو مرتين كان في العقوبة الغليظة الرضعة ما يحول دون مجرد التفكير في معاودة هذه الجريمة، فضلا عن الإصرار على الإدمان عليها أو احترامها. وقل مثل ذلك عن القصاص وبقية الحدود. فسبحان الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طبعا كتير من الناس بالذات في عقوبة الزنا يقول بعض البلاد تطبق العقوبة ولم يمتنع فيها الزنا. هؤلاء لا يفهمون غرض العقوبة. غرض العقوبة هي زجر من يضر المجتمع لا من يضر نفسه. مش معنى كده ان احنا بندي للناس حرية يضروا نفسهم كما في الليبرالية. الليبرالية متحررين عن سلطة العبودية لله، وبالتالي مفترضين الانسان مالك لجسده ويعمل فيه اللي هو عايزه، وهذا خلاف النظرة الإسلامية اللي بتقول ان احنا عبيد لله عز وجل. فاحنا لسنا احرار في اجسادنا، ولكن العقوبات الشرعية مسألة ان الانسان يضر نفسه او يضر بدنه، انما يتعامل معها بالتربية والوعظ والارشاد. فاذا تعدى هذا الى ضرر عام على المجتمع يهدد امن المجتمع فحينئذ تكون العقوبة الرضعة. فمثلا لا يشرع التجسس على من يشرب الخمر، ولا التجسس على من يزني. لماذا؟ لان احنا لا مصلحة لنا في ذلك. وجود من يشرب الخمر او من يزني طالما انه مستتر بجريمته نحن سنمارس الوعظ والارشاد والتوجيه في المسجد، واما انه يظهر بالجريمة بصورة تضر امن المجتمع كالسارق، ومن ضمن الشروط ايضا في السرقة الا يسرق من حرز، بمعنى الشرع ترك المنتهب اللي بيخطف ويجري لم يقم عليه الحد، ده معصيته لا تقل جرما بل تزيد عن معصية السرقة. نعم، ولكن المنتهب اديله فرصة يتوب ويحرز انت حاجاتك. فاذا هناك فرصة مع المنتهب انه نستنى لعله ان يتوب، والمجتمع لن يتضرر. ليه؟ المجتمع سوف يحرز امواله. اما اللي يسرق من حرز ده مفيش حل معاه، اللي يسرق من حرز. ومعظم العلمانيين اللي بيناقشونا في قضية حد السرقة مثلا نقول له اشمعنى الناس كلها ايام البلطجة كان كل واقف قدام بيته بسيف وسكينة وكان كل ده مقبول، وبالفعل حصل في حتت تعدي، يعني واحد معدي بالليل شكله مريب الناس راح. انا بقول ان مبدأ ان الناس تشعر بانه من يهدد امنها هذا جرثومة، الناس بتشعر بذلك، بل ربما تغالي وتريد ايه ان تقتله. الآن محاكمة المسؤولين وكل بيطالب بالمحاكمة وبأقصى عقوبة، ولو كان يعني في قطع أيدي كانوا طالبوا بيها، لكن هو فلماذا تقمص دور الرحمة الغير منطقي مع الجناه؟ فبنقول إنه العقوبة الشرعية لرضع من تعدى على الأمن العام. طب اللي الزاني، الزاني لغاية إنه يشوفوا أربعة ده كده يشيع الفاحشة في الأرض، يعني مش مجرد بيزني،
ممكن واحد بيزني وبيتستر، بيحاول يدالة قدر الامكان وبيدالة خلاص، يعني هو لما ادالة بقى كويس، ما بقاش كويس بس ما بقاش خطر على العامة، فدوت حنظل عندنا امل ان يتوب او ناكل حسابه الى الله في الاخر، يعني ما ظهرش قدامنا حتى لو سمعنا، هيبقى في دعوة في ارشاد في، لكن ان واحد يبلغ باستهتاره ان 4 يشوفوه، لا، يبقى لا مناص من يعني استئصال. ايضا وهكذا شرب الخمر، شرب الخمر لازم يشهد عليه 2 شهود، يعني ده يعني مين اللي شرب اللي هيقام عليه حد الخمر؟ واحد قاعد في قهوة او قاعد في بار او قاعد في مكان عام الناس شافته، واحد صنع خمرة في بيته وشربها، ما جريناش فتشنا وراه الا ان هو يريد ان ايه، ان يطهر نفسه فيأتي يعترف، ده موضوع اخر. طيب يقول لك انت كده لما حرمت حملت حد على الخمر، هل هذا نوع من انواع وقلت ما هو ممكن توجد؟ نقول له لا، ما انا هنا اولا ما اتبعتش في طرقات المسلمين، فيش اعلانات مرغبة فيها تحض الناس عليها، لان هي منظومة واحدة، قلت انها مباحة او منعت تجريبها بتلاقيها انتشرت، والليبراليين بالذات طبعا عايزين ما لا تمنع قانونا ولا يمنع بيعها ولا، وبالتالي لا يمنع الاعلان عنها الى اخر هذه الايه القائمة. فاذا هذا حصل، اللي شرب بحيث الناس شافته ضرر عام على المجتمع، طب اللي شرب مع نفسه ما حصلش ضرر عام. طب ده احنا مبسوطين بوجوده، احنا اولا مش شايفينه، ثانيا هذا طالما لم يتحول الى ضرر عام على الناس يجدي معه النصح والارشاد، او ينتظر او الى ان يكون حسابه عند الله تبارك وتعالى. يقول يبقى احنا بنقول لهم ان الاول ده حكم ربنا، انتم مسلمين قبل ما تسالونا اسالوا نفسكم هتعملوا ايه بالذات في الحاجات القرانيه كما ذكرنا. اما ان كان ولا بد في التامل في الحكم والعلل، فنقول ان العقوبات الشرعيه مبنيه على المعاقبه بنقيض القصد، يوم يبقى فيها ردع لمعظم الناس انه ما يفكرش في الذنب اصلا، لانه لو كان عنده فقه، بمعنى لو ان المجتمع اشاع طبق قانونا طبق العقوبات الحدود، ثم كعلم واستفاضه علم في العامه الناس عرفت ان شرب الخمر فيه جلد، يوم يجي واحد شرير شاب صغير يقول لزميله في المدرسة الثانوي أو في الجامعة تعالى نروح نشرب بيرة، الشاب اللي عارف العقوبة الشرعية لو افترضنا ان هو ما عندوش الوازع الإيماني اللي من الأول يقول أعوذ بالله خوفا من الله ليس من العقوبة الدنيوية، لكن لو جيت تاني يقول له انت هي بتعمل ايه دي، قال له هتحس كده ايه في لذة بتسري في الجسد، يقول له بعدها ايه يتشوى الجسد ده او يتألم ألم يسري في الجسد، عشان كده ايه بيبقى فيها الايه الجلد المعاقبة من نقيض القصد، والجلد الايه الأصوات تتوزع على الجسد زي ما بيقول له انت هتلاقي رعشة كده بتسري، هيقول له ما انت قصادها، لا يا عم ده العاقل، واللي مش عاقل هيجرب مرة، مجرب مرة ويعاقب هذه العقوبة هيعرف انه عين اللي قصده اتلغى. يعني انت لو واحد قال لك يعني اي حاجة من هذه الاشياء وبقى مقترن في ذهنك العقوبة اللي هي قوية ومضادة تماما لاتجاه اللذة المتوقعة، لابد من العاقل يقلع. الأمر الثاني في مصالح هذه العقوبة، يقول إن الإنسان قد جبل بفطرته على الموازنة بين المصالح والمفاسد،
ورفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما وتحقيق أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما. فإذا كانت العقوبة هشة رخوة فإن مريد الحرام عندما يوازن بين ما يتعرض له من عقوبة ضئيلة محتملة وقد يتمكن من الإفلات منها وبين ما يستشرف إلى تحقيقه بهذه الجرائم من المتع والملذات فإنه يختار ارتكاب ما يريد من الجرائم استخفافا بهذه العقوبات وطمعا في الإفلات منها بواسطة الكذبة من المحامين ونحوهم. ولهذا تسخر سجلات الأمن العام بحالات العود في الجرائم المختلفة، ومن هذه الحالات نسبة لا يستهان بها لأناس عادوا لارتكاب الجرائم أكثر من 25 مرة. وأما إذا كانت العقوبة غليظة موجعة تفوق مفسدتها ما يتطلع الجاني إلى تحقيق من المكاسب فإنه لا بد أن يقلب الأمر مرات وأن يرجع النظر كرات، لأن هذه الموازنة فطرة مركوزة في النفس. يقول: على هذا الأساس النفسي الدقيق وضعت العقوبات الشرعية. يقول: ونتخيل سارقا يوازن بين حفنة من المال الحرام يسبها من السرقة وبين ما ينال من عقوبة القطع التي تعدم عضوا من أعضائه وتشهد بفضيحته على الملأ إن أموال الدنيا كلها لا تغريه بالمجاسفة. فإن تكاثفت الحجب وعقدت على بصره غشاوة وعلى قلبه غلاقا وزلت به القدم وارتكب ما ارتكب كان في العقوبة الغليظة ما يزجره عن العود ويرضع غيره من التفكير في اقتراف هذه الجريمة. إلى أن يقول ثالثا: إذا كانت العقوبات تقاس بآثارها ومدى نجاحها في استئصال الجرائم فلقد طبقت هذه العقوبات في تاريخ الإسلام فأنتجت مجتمعا آمنا يأمن الناس فيه على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم. ويدعم هذا الكلام بإحصاءات عما يعاني منه الغرب من تطبيق الأسلوب في العقاب. كنت في حوار مع صحفي أوروبي وأخذ يلح في قضية العقوبات في الإسلام. كنت بقول له يعني نحن نقول أن الفلاسفة في الغرب والساسة قد ظلموا الإنسان الأوروبي عندما انحازوا إلى الجناة وإلى المجرمين على حساب المجتمع، وإنه من نتاج ذلك لا يستطيع الرجل العادي أن يسير في طرقات لندن وباريس ونيويورك بعد غروب الشمس لأنه يخشى على نفسه من سطوة المجرمين. فنحن نرى أن الإنسان الأوروبي مظلوم مكبوت، تهدر آدميته ويهدر أمنه في سبيل الحفاظ على حفنة من المجرمين ومراعاة أنهم ربما كانوا مرضى يحتاجون إلى علاج قبل العقوبة وأنفق عليهم الإنفاق المضاعف في السجن كنفقات إقامة ثم في العلاج في المصحات النفسية وغيره. فكان يقول أنه هو يعني أن يسأل عن وضع مصر لا عن وضع أوروبا. قلت له: أنت الآن تخاطب قارئ أوروبي تريد أن تقول له أن المصريين ينتظرهم كبت إذا تسلط الإسلاميين أو صار عندهم أزمة الحكم، لأن الإسلاميين يريدون أن يقطعوا يد السارق. فمن الأمانة أن تنقل رسالة أنا أحملها لك وأقول بل العكس، بل أنتم معشر الساسة الأوروبيين
انحستم إلى المجرم على حساب المجتمع، وبالتالي تكونوا قد اعتديتم على حقوق الإنسان التي تزعمون أنكم تدافعون عنها. أنا أدري طبعا يعني يكتبون هذا الكلام أم لا، يا رسالة، نحن لسنا في موضع تهمة، نحن نثق في دين الله تبارك وتعالى أنه أحسن وأتم وأفضل تشريع، ويعني هذا منا إنما يأتي من باب التسليم لله تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهذا نحن نفعله من باب التسليم، وفي ذات الوقت أيضا من باب القناعة العقلية التي نستطيع أن نقنع بها هؤلاء حتى وإن لم يكونوا يؤمنون بصدق القرآن كإيماننا. نحن إيماننا بصدق القرآن كافٍ في أن نعتقد أن هذه الأحكام هي أفضل وأحكم، ولكن حتى هؤلاء الذين لا يقتنعون بالقرآن من عند الله نستطيع أن نبين لهم الأدلة العقلية على أن هذه أن أحكام القرآن كلها عدل وكلها هي أفضل ما يمكن تطبيقه. رابعا يقول إن الرحمة التي ينشدها الإسلام هي الرحمة العامة التي تتسع لعموم الناس ومن بينهم الجناة، وليست الرحمة التي تضيق إلا بالجناة وتضرر منها سائر الناس، إن العقوبة عندما تكون لينة هشة فإنها تغري بارتكاب الجرائم في الدماء والأموال والأبضاع وتكون شقاء على العامة سبب لإهدار حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم لحساب القتلة والسراق والزناة. وأما إذا كانت أليمة موجعة فإنها تكون رحمة للجميع، رحمة بمريد الإجرام لأنها تزجرهم عن ارتكاب الجرائم ابتداء فتسلم لهم أنفسهم من العقاب، ورحمة بعموم الأمة بصيانة دمائها وأموالها وأعراضها من أن يعتدى عليها بغير حق. خامسا أن الشريعة قد أحاطت إقامة هذه الحدود بسياج منيع من التثبت حتى لا تكون أداة للتنكيل بالخصوم والمعارضين، فشددت في وسائل الإثبات وقررت درء الحدود بالشبهات، وقبل ذلك أوجبت تهيئة المناخ الذي يعين على الطهر والاستقامة ولا يغري بارتكاب الجريمة، وعملت على تهيئة الأسباب التي ينتفي معها الباعث على ارتكابها حتى لا يكون لأحد عذر يتعلل به أو ضرور. يقول هكذا تعمل أحكام الشريعة كلها في توازن وتكامل، ويأخذ بعضها بحجز بعض لتقدم لنا مجتمعا راشدا تقوم بمثل الحج على العالمين، ويمثل بذاته دعوة إلى هذا الدين. ومن التهافت البين بعض ما يشنع به هؤلاء الخصوم من أن إقامة الحدود سيحول أغلب المجتمع إلى معوقين ومشوهين نظرا للانتشار الهائل للجريمة والتنامي المستمر في معدلاتها، فكيف تقطع أيدي ثلثي المجتمع ونرجم أو نجلد 19؟ طبعا دول بيجوا في الوقت ده ويصور المجتمع احنا عايشين في غابة عشان هيبقى كله لصوص وكله زناة، وبالتالي يبقى ايه كله متقطع الأيدي. والله إن كان كذلك فمجتمع يستحق، ولكن هم بيجي في مواطن تانية ويقول لما نقول الديمقراطية ما تسيبولها لنهاش كده مطلقة، قولوا فيما لا يخالف الشرع، ولك هو الناس هتختار إلا الشرع، أنت تكلم ناس كفرة ناس مؤمنين كلهم. طب إخوانا قلولنا إحنا شغالين مع ناس في أعلى درجات الإيمان مش محتاجين ننص على حتمية الشريعة، ولا شغالين مع ناس كلهم لصوص بحيث أول ما نقول قطع يد السارق هنشغل مجازر آلية تقطع الأيادي، ولا يعني القائل يتعلل ليه بيتعلل؟
أول ما تلاقي اللي أمامك بيتبنى القول ونقيضه تعرف أنه مجادل وأنه بيخفي حقيقة اعتقاده. المشكلة أن ده عايز قوانين الغرب بأي وسيلة. أنت تيجي تقول له الإسلام هو يخجل أنه هو يعارض شريعة الإسلام، بس في نفس الوقت مش عايز، يبتدي يتعلل بعلل لا قيمة لها ويتبنى القول نتبنى القول ونقيد. قلوها من التهافت البين بعض ما يشنع به هؤلاء الخصوم من أن إقامة الحدود سيحول أغلب المجتمع إلى معوقين ومشوهين نظرا لانتشار الهائل للجريمة والتنامي المستمر في معدلاتها، فكيف تقطع أيدي سيد مجتمع ونرجم أو نجل التسعة عشاري؟ وهذا القول فضل عما فيه من المبالغة في تصوير الواقع، تقديم الأمة كلها على أنها عصابة من الصراخ والزنا والسكارى، فإنه إلى التهافت والغوة أي أقرب منه للمنطق العلمي النزيه. فلقد علم هؤلاء وعلمت الدنيا كلها أن قيمة هذه العقوبات تكمن في التهديد بها وإعلانها على الملأ، وأن في مجرد النص عليها وإعلام الأمة بها والجدية في تطبيقها من الزجر والرضع وإشاعة الهلع والفزع في نفوس الجناة والمجرمين ما تنحصر بهذه الجرائم وتتراجع به معدلاتها. بل ما ينقطع به دابرها أو يكاد. ولقد ذكرنا فيما مضى أن 16 يدا قطعت في 24 سنة في الحجاز، وتحول بها الحال من النقيض إلى النقيض. إن يدا واحدة تقطع لسارق، أو بضعة أيد قليلة لنفر من السراق كفيلة باستئصال هذه الجريمة وحماية الأمة من ويلاتها. يقول: فهل يدافع منصف عن يد ملوثة ويغض الطرف عن مجتمع بأسره يشقى بهذه الجريمة وتهدر به دماؤه وأمواله ويروع بها أمنه؟ وإن تعجب فعجب أمر هؤلاء الذين يتباكون على المجرم الأثيم ويتداعون للرحمة به ويتناسون ضحية المعتدى عليها وغريمه المجني عليه. أيكون القاتل أيها السادة أولى بالرحمة من القتيل، والسارق أولى بالشفقة من صاحب المال ومن المجتمع الذي يغتال أمنه ويروع ليله؟ أيكون السكارى والزنا والقتل واللصوص أولى بالشفقة من الأمة التي يتهددها هؤلاء ويفسدون عليها دينها ودنياها؟ أليس هذا من الخذلان وانعدام البصيرة؟ حقا إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. أيها المسلمون، مرة أخرى نذكركم بأن هذه هي شريعة الخالق، وأن قبولها والإقرار بها مرتبط بأصل الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن رفضها يعني رفض الإسلام والخروج من الملة. إن الإيمان كما سبق تصديق بالرسول فيما أخبر والانقياد له فيما أمر، وإن من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. فالإقرار بالشريعة تصديقا وانقيادا هو أصل الإيمان، وهو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. والجحود بالشريعة تكذيبا أو ردا هو الكفر الأكبر الذي لا يبقى معه من الإيمان حبة خردل. طبعا كثير من الناس يقول لك نحن لسنا ضد الشريعة،
نحن ضد فهمكم أنتم للشريعة. نقول له طيب احنا ما احنا بلاش الكلام المعسول ده، ال ال الهروب إلى العمومات. فهمنا احنا للشريعة إذا كان الكلام كده يعني احنا متنازلين عنه ولا نحاكم أحد إليه. خلاص اللي بندعو إليه الناس الشريعة، يكلمونا الأول في القدر المجمع عليه. على فكرة الحدود اللي هي أكتر حاجة يعني تقف غصة في حلوقهم من الشريعة مجمع عليه، ما اسمهاش فهم السلفيين ولا الإخوان ولا الإسلاميين، دي حاجة مجمع عليها في الشرع. وبالتالي يعني لا يليق الهروب المتتالي لقصة إنما نحن لسنا ضد الإسلام ولكن ولسنا ضد الشريعة ولكن ضد فهمكم أنتم للشريعة. طب يعلنوا أنهم ما مع الشريعة، هي الشريعة دي حاجة يقف منها الإنسان محايد، يقول أصلا يقول أنا لست ضد، يبقى المفروض تبقى مع يعني تقول على الشريعة كتير. يعني دلوقتي مثلا يقول لك إيه، إيه الفرق أنتوا كسلفيين بتقولوا الشريعة والإخوان بيقولوا الشريعة، هل في فرق بينكم؟ بس هو رصد كده إن إحنا بنقول الشريعة وهم بيقولوا إيه؟ الشريعة. افترض جدلا في فهم السلفيين للشريعة وفهم الإخوان للشريعة. إخواننا بقى اليساريين والليبراليين والقوميين وكل اللي دول بيقولوا برضو شريعة زينا، يعني بيقولوا مرجعية الشريعة والرجوع للشريعة وتحكيم الشريعة، ولكن لهم فهم مختلف ولا ساكتين عنها ولا مصادمين لها. في الواقع هو بيقول مش عايزين الشريعة لأنها مش هتجيلنا لوحدها غير مع فهم الإسلاميين. ده أنت كده رميت الشريعة بالنقص. في فكرة في الدنيا، طب ما هو الليبرالية هتيجي معاها ليبراليين، والقومية معاها قوميين، والاشتراكية معاها اشتراكيين، ولا هي الفكرة ممكن تاخدها لوحدها؟ طيب لو أنت افترضت إن الليبراليين مش فاهمين الليبرالية، خلاص يبقى أنت هتقول عايز حد يكون فاهمها يطبقها. فدلوقتي الاسلاميين دول مش فاهمين شريعه، مفروض في وجهه نظر الاسلاميين اللي مثلا الايه السلفيين والاخوان، كونوا انتم الاسلاميين الحقيقيين. يعني ليه انتم ضد الشريعه عشان في ناس فهمها غلط؟ يقول لا انا مش ضدها، انا ضد فهمك ليها. طب انت عباراتك قلت ايه؟ الطبيعي لو انا دلوقتي مثلا قلت احنا عايزين ديمقراطية ومن مقتضى الديمقراطية عودة حسني مبارك مثلا، هيقولوا الديمقراطية دي وحشة الناس دي كلها، ولا هيقولوا انت دلوقتي كده الديمقراطية بتاعتك دي غلط؟ وهينادوا بالايه؟ بالديمقراطية اللي بجد في حد زعمه. طيب ليه الاسلام يقولك لا انت فاهمك غلط للاسلام فاحنا مش عايزين الاسلام؟ ازاي الإسلام ده دينكم كلكم مش دين الإخوان والسلفيين بس؟ وأنا حتجارة في المناقشة وأقول الإخوان والسلفيين فاهمين الإخوان غلط، فاهمين الإسلام غلط. يطلع لنا حد فاهم الإسلام صح ويقول لنا إيه هو الإسلام الصح اللي هو فاهمه ويدعو إليه؟ بل كان ينبغي على كل دول يقولوا نحن ندعو إلى الإسلام قبل ما يقولوا الليبرالية. يقول لك هم واجهين لعملة واحدة، طب ما تكلمنا بالعملة اللي احنا فاهمينها وخلي كلامك في الآيات والأحاديث، ولما احنا نيجي نعترض عليك يا عم الشيخ وعد ساعتها هيبقى عم الشيخ بقى. يا دلوقتي انت اغفلت آية الحدود واغفلت آية الأمر بالمعروف عن المنكر واغفلت تجاوبنا، لان انت راجل فاهم الإسلام صح وانا فاهمينه غلط، صواب لنا فاهمنا. فياريت هي نصيحة صادقة لكل الطيارات، هم مسلمين يعلوا من شأن دينهم، بلاش شماعة أصل كل الإسلاميين فاهمين الإسلام غلط يبقى احنا مش عايزين الإسلام، لأن هي المحصلة في النهاية أنك رفضت الإسلام. تصور أنه لا يمكن أن يوجد تطبيق صحيح للإسلام طعن على الإسلام ذاته، ثم انه قد يطعن على اي فكرة نظرية
لك يا سلام الديمقراطية دي جميلة جدا مثلا، ولكن انا لا اضمن انها تطبق. وده حاصل فعليا، احنا شفناش ديمقراطية مع اختلافنا معاها في قضية نظرية السيادة، لكن حتى الاجزاء الكويسة منها حكم الشعب، حد شايف الشعب فين؟ مش بقول في زمن الديكتاتورية، حتى في الازمنة دي بتلاقي محاور اللي مش عاجبه الشعب يقول لك لا اصل مش عارف ايه، واحد من اللي قالوا لا ب100,000 صوت من نعم، وده راجل موجود. لو في شعب بجد بقى كان الراجل ده تاني يوم جريدته اتقفلت، لان انت راجل بتحتقر الشعب اللي انت بتكلمه، كانت جريدته محدش اشتراها. كان المجلس الاعلى للصحافة قال لا ده انسان بذيء اللسان، انسان غير ديمقراطي، انسان، لكن مفيش حاجة من دي بتحصل. يبقى محدش محترم الشعب حتى في ظل الحرية، امال في ظل الدكتاتورية ايه اللي بيحصل؟ هل الشعب الامريكي راضي عن حرب العراق؟ هل الشعب فيش يعني ايه الشعب ده بيضحك عليه في موسم الانتخابات؟ احنا بفضل الله عز وجل بنقول احنا احد اهدافنا ان احنا نغير قواعد اللعبة، نخلي الناس تفهم، وقواعد اللعبة ان يبقى فيه سياسة نظيفة وليس السياسة القذرة التي يلعبونها. فكل فكرة انت ممكن تقول لا والله هي فكرة جميلة بس لا اثق في من سيطبقها. فالمسلم نقول له انت راجل يعني راجل ليبرالي، هتطبق الليبرالية صح؟ يقول لك اه. اقول له طب ما انت راجل مسلم طبق الاسلام صح الاول. يعني احنا فرصة ولقينا حد ينفع يطبق افكاره زي ما هي، مش هيجي وقت التطبيق ويحرف. نقول له طبعا عندنا منهج نظري من عند الله، فجازما هو افضل منهج، واحنا اللي مقتنعين بيه ناس مش كويس، الاسلاميين دول كلهم مش كويسين، خلاص اركنهم يا عم على جنب، وانت قول انا عايز الاسلام اطبقه. بس لما تقول الاسلام يا ريت كلامك يبقى في آية في حديث، ما بقاش تتكلم طول عمرك ما لقيش في كلامك آية ولا حديث، بل الاقي ما يصادم الايات والاحاديث. قول لان هو ايه؟ هو يبقى ليبرالي يقعد يشرح الليبراليه ده لو شرح يعني، وفي الاخر يقولوا التانيين دول اللي بيقولوا انها ضد الاسلام مش فاهمين الاسلام، لان هو اللي بقوله ده هو الاسلام. الاسلام مصادره القران والسنه، مش مصادره فلسفه ديكارت ولا ستوارت ولا. فانت مش معقول انا بعد ما انت قعدت تقول اقوال الفلاسفه دول هتقنعني ان هو ده الاسلام. انت قلت خلاص تشكر. تعال بقى ايه لما تيجي تدعي الدعوة العريضة ان الكلام ده هو الاسلام، جيب لي بقى يعني القرآن والسنة عشان بعد كده اطابق ده على ده. فبنقول لهم يعني تاني ان ايه، ياريت اذا كان محدش يقدر يعني التستر وراء عباءة انهم ضد فهمنا احنا للاسلام، يقولوا لنا طب ما الحدود من المجمع عليها يا اخوانا، مع ان هي قضيه الحدود مش من اهم يعني مش رقم واحد عندنا، بس هي الاسلام كله عندنا مهم. وهم بس هم عندهم اخطر حاجه مزعلاهم الحدود. طب ليه مزعلاهم؟ هل هم بيسرقوا مثلا خايفين تتقطع ايديهم؟ بيشربوا الخمر خايفين نمنع منهم الخمر؟ بيزنوا خايفين نمنع الزنا ونقيمه؟ مش عايزين نقول كده، لكن هو يقول لك ما تفضحوناش مع الاجانب، ده خلاصه الكلام. طب انت تستعر من دينك؟ طب بين للاجانب دول. بالعكس الاجانب دول فعلا ناس بتدور على حاجه تفيد مجتمعهم. قول لهم يا اخوانا انت مش قادر تمشي في الشارع في اكبر ما في المدن الكبرى، ما بتعرفش تمشي الساعة 8 المغرب، هل ده كده حالة كويسة؟ طب ما تجربوا العقوبات الرادعة بدل ما انت تخاف قدامهم وتجبن، اعرض ما عندك من الحق. ثم الى ان يقول ايها المسلمون اذكروا قول الله تعالى لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما جادلهم اليهود في حرمة الميتة وقالوا لهم تأكلون ما تقتلون بأيديكم
ولا تأكلون ما يقتله الله بيده فأنزل الله قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي إن دخلت عليكم الشبهة واستحللتم الميتة إنكم لمشركون بما عدلتم عن أمر الله إلى ما وسوس به إليكم هؤلاء. وإنا نقول لكم إن عدلتم عن شريعة الله في الحدود والقصاص إلى ما يزينه لكم هؤلاء من رفض هذه الأحكام والسخرية بها إنكم لمشركون، أيها المسلمون الشريعة أو الردة. وقلنا هو الدكتور صلاح الصاوي يعني ربما في هذا الكتاب بالذات عبارته شديدة، لأن احنا الخصم اللي قدامنا مش طبعا لو واصل قال إنكار الشريعة أو رفضها أو أنها غير صالحة، لكن معظمهم تلاقيه في الآخر يقول بس احنا خايفين تيجوا تطبقوا الشريعة تطبقوها بفهمكم، الكلام اللي كنا لسه بنرد عليه. طب يا عم طبقها انت، يقولك لا أصلا ما بفهمش فيه، طب خلي الأزهر يطبقها، لا أصل مش عارف إيه. في النهاية والله أعلم بما في القلوب. قل ولستم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، واعلموا أنكم لن تعجزوا الله في الأرض ولا في السماء ولن يجيركم منه أحد ولن تجدوا من دونه ملتحدا إلا إيمانا بالله وإمضاء شريعته ورضا بأحكامه، هذا بلاغ لكم والبعث موعدنا وعند ذي العرش يدري الناس ما الخبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.